رغم التطور الهائل الذي عرفته وسائل النقل البرية والجوية، إلا أن 85% من الحركة التجارية للبضائع والسلع التي تصلنا تتم عبر حركة السفن وعبر الملاحة البحرية. الحديث عن البحر والموانئ وسفن الشحن تدفعنا للتفكير مباشرة في الموانئ الهولندية وميناء روتردام الذي تربع لأزيد من 42 سنة على قمة أكبر الموانئ العالمية ليتدحرج إلى المرتبة الثالثة لصالح كل من مينائي شانغهاي في الصين وميناء سنغافورة في الشرق الأدنى. نحن هنا في روتردام، ثاني المدن الهولندية وأهم محطة بحرية في أوروبا والعالم، الخاصة بعملية التخطيط والتسجيل والتحكم بحركة المراكب أثناء الانتقال. بين الأراضي المنخفضة ومياه البحر قصة طويلة يحكيها تاريخ هولندا بأسطولها البحري الذي يتراءى لنا في الأذان كلما تبادر إلينا اسم الفايكينج بخوذاتهم المزينة بالقرون. فعلاقة البحر مع هولندا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتسميتها بالأراضي المنخفضة نتيجة انخفاض سطح الأرض عن مستوى مياه البحر. هذا ما دفع الإنسان الهولندي لمجابهة وتحدي الفيضانات والإبحار لاكتشافات كبرى يذكرها تاريخ الأساطيل، كانت فيه المعركة معركة حياة ووجود. تقع حوالي 20% من مساحة هولندا تحت مستوى سطح البحر في منطقة يقطنها 21 من إجمالي السكان، بينما يقع نصف أراضيها في أقل من متر واحد فوق مستوى سطح البحر، وهذه السمة الجغرافية هي التي أعطت للبلاد اسمها الأراضي المنخفضة. ميناء روتردام القلب النابض للاقتصاد الهولندي والأوروبي، يعود بما يفوق 14 مليار يورو سنوياً على الاقتصاد الأوروبي. قصة هذا الميناء بدأت من القرن الرابع عشر، لكنه تطور في القرن السادس عشر لتصبح كل السلع الأوروبية والعالمية تمر وجوباً عبره بدءاً من القرن الثامن عشر، لتقطع كل القارات الخمس مع الحركة الاستعمارية. في الحرب العالمية الثانية تم احتلاله من طرف الألمان ليتم قصفه من طرف الحلفاء، وبعد 10 سنوات تبدأ عملية بنائه من جديد. وفي العام 1962 أصبح أكبر ميناء في العالم. يحمل الميناء الواقع على دلتا الأنهار الأوروبية الكبرى مكانة استراتيجية، حيث تعبر منه بضائع لأكثر من 100 مليون زبون. يعود السبب جزئيا لإحياء التجارة مع السوق الألماني إلى نشوء ألمانيا من جديد والتعاون الأوروبي الناجح، حيث كان النمو شديد السرعة لدرجة أنه بحلول الخمسينات اشتدت الحاجة إلى توسيع الميناء. تتنوع وتتوزع المنتجات التي سيتم تصديرها أو استيرادها كالخضر والفواكه وكافة الأغذية كالصوج والقمح والشعير والذرة، أو حتى التي يتم تصنيعها كمشتقات البترول والغاز عبر هذا الميناء الضخم. مرحبا بكم على متن هذه الباخرة التي نتجول بكم عبرها على أرجاء ميناء روتردام الذي يعتبر الأكبر في بلدنا بعد ميناء أمستردام، وهو الأول في أوروبا وكان الأول في العالم. هنا يأتي سياح من كل أقطار العالم من أجل أن يتعرفوا عن كثب عن طريقة سير الميناء وكيف تركن فيه السفن. زيادة على البواخر الضخمة للفحم والنيكل والحديد دون نسيان حركة المسافرين عبر البواخر، ومن هنا كانت تتم أكبر موجات الهجرة الأوروبية إلى نيويورك خصوصاً، ومنها إلى باقي المناطق الأمريكية. في كل يوم ثمة حركة كبيرة تنزل بموجب حمولات الخضر والفواكه القادمة من أمريكا اللاتينية أو جنوب إفريقيا والهند وإندونيسيا وغيرها من مناطق العالم. قبل 20 سنة كان يلزمنا أيام لإنزال مثل هذا القدر من البضائع والسلع، والآن يتم ذلك في ساعات قليلة فقط. حركة ميناء روتردام تعج بالمواد القادمة من كل القارات الخمس، فهذا النيكل والحديد والخشب يصلون من كندا
وهذه منتجات إلكترونية كالحواسيب الذكية والهواتف تصل من الولايات المتحدة، وهذه الأغذية الاستوائية وعلى رأسها الموز والأناناس تصل من أمريكا اللاتينية، وهذا البترول والغاز يصل من الخليج العربي والنرويج، إضافة إلى البواخر الضخمة الناقلة للسيارات والشاحنات التي صنعت في كوريا واليابان وغيرها من المنتجات. هنا نتعلم كيف نسمع ولا ننسى ونرى لنذكر ونفعل لكي نفهم. إن هذا المكان الخاص بالمحاكاة فيما يخص قيادة وصيانة السفن هو الأحسن من أجل التدرب في ظروف آمنة. ستصل هذه المنتجات إلى أماكن توزيع عبر الطرقات السريعة بنسبة 50% أو السكك الحديدية بنسبة 4%، وعبر رحلات بحرية أو جوية أخرى بنسبة 46%. البترول والغاز مثلا يتم توجيهه من الشاحنات مباشرة عبر أنابيب لمصانع تكرير البترول الموجودة في داخل الميناء التي تجعل منه أكبر محطة بنزين في أوروبا. بالطبع يبقى فصل الصيف رائعا لمشاهدة أجواء جميلة، ورغم ذلك فنحن نقوم برحلات في فصل الشتاء لكنها أقل، حيث نبرمج 6 رحلات صيفا في اليوم في مقابل 4 رحلات في الشتاء. هنا محطة الفحم لتشغيل المحطات الكهربائية بالإضافة إلى الحديد وتحويله. في هذا البرج العالي تتم مراقبة حركة الميناء، وأهمها دخول وخروج البواخر. عند وصول البواخر إلى مشارف الميناء يتم جرها بواسطة القوارب من أجل ركنها داخل الميناء. موانئ روتردام مجهزة بأحدث تقنيات المراقبة، وهذا ما يجعل الحوادث نادرة الوقوع بداخله. كما جهز الميناء بربوهات عملاقة لتسهيل عملية إنزال الشحنات من سفن الشحن. مصالح الجمارك تلعب دورا هاما في مراقبة الميناء عبر التدقيق في الفواتير، بالإضافة إلى عملية مراقبة النوعية والمطابقة، حيث تعمل من أجل مكافحة التجارة غير الشرعية. وهنا يتم الاستنجاد بفرق خاصة تستخدم فيها الماسحات الضوئية والكلاب السينوتقنية. توكل مسؤولية تقديم الخدمات البحرية لفائدة الطلبة والمتدربين في كل أنحاء العالم لكلية STC البحرية، حيث يتدرب المتمرن على عملية تسيير ميناء روتردام وكل ما يتعلق بإدارته. مرحبا بكم في كلية STC للتدريب. هدفنا كما وقفتم عليه من خلال جولتكم في مقر الكلية، فنحن ندرب المتمرنين على إدارة الموانئ من كافة أنحاء العالم. لقد اكتسبنا معرفة ومهارة نحاول دوما تقاسمها مع مؤسسات المسيرة للموانئ عبر العالم. إننا نتواجد في دول كثيرة عبر أنحاء العالم، ومن بينها أفريقيا والشرق الأوسط. لدينا تواجد في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، ونعمل مع موانئ شمال أفريقيا، ونتمنى أن نطور أعمالنا مع الجزائر. الحكومة الهولندية منحت القطاع الخاص كامل المسؤولية عن إدارة هذا المرفق الهام الذي يمتد على مساحة 55 كيلومتراً، وتتنوع فيه الخدمات والاختصاصات من موانئ تجارية للحاويات وموانئ مخصصة لنقل النفط ومشتقاته، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي. تقوم الشركات التي تولى إدارة الميناء التعريف بأحدث وسائل الإدارة في هذا القطاع وطرق استخدام الإعلام الآلي في جمع أعمال الحاويات التي يتم تخزينها من خلال شبكة إلكترونية متطورة. مجموعة متمرنين هؤلاء الحاويات بشرت التجارب العلمية على أحدث الأجهزة الإلكترونية في محطة الحاويات الهولندية، وكيفية نقل أكبر كمية من الحاويات في أقصر وقت من خلال المحاكيات الإلكترونية المتخصصة. For the big gantry crane,
هنا يتم التحكم في السفن والحاويات والأبراج بطريقة المحاكاة، حيث يتدرب الطلبة الجدد ويتعرفوا على طرق جديدة كالتحكم في الجهات والوضعيات كما ترون الآن، حيث أرفع الحاويات كما في الواقع. إنها طريقة فعالة وآمنة. ليست الحاويات لوحدها، وإنما ثمة طرق أخرى لمحاكاة قيادة السفن في الظروف الطبيعية العادية والصعبة كالعواصف والتدخل السريع في حالات الغرق. مرحبا بكم في غرفة قيادة السفن الافتراضية. ستتمكنون هنا من التعرف مباشرة على كيفية قيادة السفن، وهو ما نقوم به مع طلبتنا، وهذا بالطبع يحفزهم من أجل إجراء عمليات قيادة افتراضية. تشاهدون الآن عملية قيادة في أجواء متقلبة ومغشات بالغيوم وكيف يمكن التعامل معها. تحوز كلية التدريب المحاذية لميناء روتردام على أجزاء حقيقية للسفن يتم بموجبها التعامل تطبيقيا مع الآلة التي يراد صيانتها أو التعرف عنها عن كثب. هنا تتم عملية استهلاك الوقود والكهرباء، وهذه لوحات الكمبيوتر تعطينا كافة المؤشرات. هذا مفيد جدا للطلبة. في هذه الغرفة يتم التحكم بكل الأجهزة الخاصة بالباخرة، وثمة لوحات إلكترونية هي العقول الإلكترونية التي تتحكم في كل حركة الباخرة وأي خلل يدفع صفارات الإنذار للانطلاق. الأزمة تلد الهمة، ولو خير الهولنديون قبل قرون بين أن تغمرهم مياه البحر وبين أن يعيشوا في أجواء طبيعية لاختاروا الأولى، لأن بالبحار والموانئ يصنع اليوم مجد الملاحة البحرية الهولندية.